الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب من هنا من ميدان الشحانية، وعلى الهواء مباشرة أرحب بكل المتابعين، متابعي قناة الريان الفضائية، حيث ننطلق في هذه الأمسية الجميلة الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، وننطلق على بركة الله مع ثالث الأشواط، حيث تبدأ رحلة جديدة وتبدأ معركة جديدة تنافسية في وجود هذه الأسماء الكبيرة. الستة كيلومترات هي الحاضرة في هذا اليوم الخاصة مع الكبار. المقدمة هذه شديدة، تتواجد على مقدمة الشوط الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني من غيرت وانتقلت إلى مقدمة الشوط الدوحة على المقدمة لهجن الشحانية، وسالم بن فاران المري في المتابعة والتضمير. المركز الثاني هنا تتواجد شديدة لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير. المركز الثاني عصاها حتى هذه اللحظة ما تحرك. يا سلام، سلطان الوهيبي هو القائد والمتابع لهذا الاسم العملاق. والمركز الثاني، الوجبة خطيرة يا الوهيبي، الوجبة خطيرة، الوجبة خطيرة. سالم بن فاران يقود الوجبة ويبدع مع الوجبة. اللحظات الحاسمة شديدة، والوجبة الوجبة وشديدة شديدة والوجبة. يا سلام، يا لأعصابك يا الوهيبي، يا لأعصابك. هنا تجاوزت الوجبة، تجاوزت الوجبة، فازت الوجبة. أهني هجن الشحانية على فوز الوجبة بالمركز الأول، أهني المضمر الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتابع وينطلق ويتابع أيضا فوز الوجبة بالمركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني هذه شديدة لهجن الشحانية، والمركز الثالث تواجدت الشحانية لهجن الشحانية أيضا، والمركز الرابع الدوحة، والمركز الخامس وصلت الشحانية كلها لهجن الشحانية. وأهني الفائزين من المضمرين الذين قدموا هذه الأسماء في هذا الشوط. شوط ملئ بالإثارة، وانتزعت الوجبة الناموس والفوز المستحق لهذا الاسم. هذه لحظة وصولها وتوقيتها الزمني 9 دقائق 22 ثانية، 76 جزءا من الثانية هو توقيت الوجبة. أهني سالم بن فاران المري، بينما شديدة بالمركز الثاني. هذه شديدة توقيتها الزمني 9 25، 26 جزءا من الثانية توقيت شديدة. تهانينا للمضمر سلطان الوهيبي. المركز الثالث، من وصلت بالمركز الثالث؟ هذه الشيحانية بالمركز الثالث، توقيتها الزمني 9 دقائق 32 ثانية، 28 جزءا من الثانية. التهاني بداية أقدمها لهجن الشيحانية ومحبي هجن الشيحانية.